أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون
إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة. كلام قادم لا سمعه تنزه عن قول به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي فيه فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وحشتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحاب كرام أئمة به يغفر الغفار ذنبي وزلتي يا ربي يغفر الغفار ذنبي وزلتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. Kepada para munsyidin dimohon untuk naik untuk membaca Jaliyatul